إنه ليس كتاباً عادياً أو مخطوطة ثمينة، لا شيء من ذلك أبداً، ولنبالغ إن قلنا إنه أخطر كتاب في العالم على الإطلاق، وتكمن خطورته في كونه يسبب الموت بشكل مباشر لكل من قرأه أو حاول قراءته. إنه كتاب الظلال من جدران الموت، وهو كتاب فلسفي ألفه الكاتب الأمريكي روبرت سيكيدزي سنة 1863. قد يبدو لك الأمر عندما سمعت أنه يسبب الموت غير منطقي، أو ربما تسخر من العنوان وتعتبره مبالغة، بل أبعد من ذلك، قد يتجه فكرك إلى كتب السحر والشعوذة أو شيء من الدجل. لكن هذا الكتاب لا يجعل كل من يحاول قراءته يموت كما في باقي كتب السحر، بل الأمر مختلف تماماً. فبعيداً عن هذه الاعتقادات كلها، الكتاب عادي جداً، لكن الغريب في الموضوع هو إنه بمجرد فتحك للكتاب ومحاولة قراءته ستكون نهايتك قد أوشكت بدون شك. فلا يتطلب الأمر أن تمرض أو تشعر بأعراض كثيرة سوى أن تموت بشكل حتمي. أما أسباب الموت، فإن ما يجعل الكتاب يقتل كل من يقرأه هو أن مؤلف الكتاب وضع نسبة قاتلة من نوع السم الذي يعرف بالزرنيخ على غلاف هذا الكتاب وصفحاته كلها التي تصل إلى 86 صفحة، فكل من مس أو شم الزرنيخ سيموت على الفور. وبعد أن تم اكتشاف هذا السر الذي حير الباحثين، تم الاتفاق على أنه من الممكن الآن قراءة الكتاب بعد وضع قفازات وقناع واق للوجه تفادياً لخطر الموت. والجدير بالذكر أنه لا توجد من هذا الكتاب سوى نسختين في العالم، وفيما بعد تم تغليف الكتب وجعل واحد منها موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالضبط في ولاية ميشيغان في جامعة ميشيغان. يمنع الاقتراب من الكتاب أو لمسه إلا بعد اتباع خطوات السلامة لحماية القارئ من الموت، ويعد هذا الكتاب الأكثر رعباً أو الكتاب القاتل الذي توجد وراءه قصة أشبه بأفلام هوليوود. كان كاتزي قد أصدر 100 نسخة من الكتاب، لكن لم تتبقى سوى نسختين منه، وفي جامعة ميشيغان يحتفظ بها في قسم خاص بعيداً عن القراء، ولا يمكن استعارتها إلا بوجود تصريح. وقد تم تغليف كل صفحة من الكتاب بعناية شديدة حتى لا يتسرب الزرنيخ. مؤلف الكتاب هو روبرت سيكيدزي، أستاذ في علم الكيمياء، ولد في سنة 1823 وتوفي في سنة 1902، حاصل على شهادتين في الكيمياء والطب، وشغل منصب طبيب لمدة 11 عاماً، كما عمل جراحاً خلال الحرب الأهلية الأمريكية، وعندما بلغ 40 عاماً عمل أستاذاً للكيمياء في كلية الزراعة بولاية ميشيغان، وكانت له إنجازات عدة، كما كان يطلق عليه لقب أبو صناعة سكر البنجر في ولاية ميشيغان. الغريب والمختلف عن بقية الكتب الأخرى إنه بعد صفحة العنوان والمقدمة التي دونها كاتزي لا توجد أي كلمات أخرى، حيث أن كل صفحاته التي تبلغ 86 صفحة ليست سوى ورق حائط. قام كاتزي بجمعها من ورق الحائط المنتشرة في أمريكا في ذلك الوقت، لكن الخطر في الأمر أن كل هذه الصفحات مطلية بمادة الزرنيخ المميت، وهي مادة شديدة السمية، وكان يعتبر هذا السم الأفضل للقتل، لذلك سمي بسم المشاهير، حيث كان أشهر من تسمم به هو نابليون بونابرت. لكن السؤال الملح هو، لماذا فعل روبرت ما فعله في كتابه؟ كان كاتزي يهتم بالبيئة وتأثير المواد الملوثة السامة على صحة الإنسان، ومن بين دراساته كانت دراسة تؤكد خطورة تزيين جدران البيوت بورق الحائط الملون الذي كان منتشراً في الولايات المتحدة في سنة 1739. وقد أثبت كاتزي أن ورق الحائط يضم معدلات خطيرة من الزرنيخ الذي يصبغ به ورق الحائط، حيث إن الزرنيخ ينتقل عبر جسيمات إلى الهواء ثم يستنشقه الإنسان، مما يسبب له التهاب في الشعب الهوائية والصداع وفقدان الوزن ثم الوفاة في النهاية.
لكن لم ينتبه أحد لدعوات كاتزي، ففكر في هذه الطريقة القاتلة حيث جمع عينات من ورق الحائط التي تحتوي على معدلات عالية من الزرنيخ ووضعها في 100 كتاب ووزعها على المكتبات في الولايات المتحدة. وأنت، ما رأيك بما فعله الكاتب في هذا الكتاب القاتل؟ شاركنا برأيك.